أجورنا وأجورك. عظم الله أجوركم وأهلا ومرحبا بكم. الحقيقة الحسين هو الملهم وهو المعطي، فقضية الإمام الحسين حقيقة نستمد منها كل العطاء الروحي والعقائدي والإنساني، وهذه التظاهرة المليونية الكبيرة التي خص الله بها الشعب العراقي والتي يقدمون فيها كثير من العطايا خدمة للحسين ولزوار الحسين، قامت مؤسستنا مؤسسة جامعة العلم الثقافة والإعلام تقريبا بكل كل هذه الفعاليات، يعني أعطى ربما ثلاث وجبات أو أكثر من الغذاء، وأيضا هناك ما نسميه الغذاء العقلي أو غذاء العقل، وهي مكتبة متكاملة يستفاد منها الزائر خلال يعني استراحته في الموكب، وأيضا هناك المجلس الثقافي يوميا، عندنا مجلس نقوم به ندوات ثقافية تناقش كثير من المفاهيم الإنسانية والدينية والعقدية. الحقيقة كل ذلك تقوم به مؤسستنا، وهذا جزء يسير مما قدمه الحسين وخدمة ومواساة لإمامنا الحسين عليه السلام، باعتبار أن قضية الإمام الحسين مثل ما نوهت في البداية أنها ملهمة حتى نبني أنفسنا وذواتنا استعدادا لإمام العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أثابك الله وأجرك الله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا.